اختتمت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت الدورة التدريبية المتخصصة في التحقيقات الجنائية، والتي استهدفت 56 من أفراد وضباط التحقيقات العاملين في أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة. وخلال الحفل أكد نائب مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد غيثان البحسني على أهمية الدورة التي تأتي ضمن الرؤية العامة للأمن في تعزيز العمل الأمني وتأهيل كوادره ورفد إدارة الأمن بالشباب المؤهل. وجرى في ختام الحفل تكريم المتدربين والمدربين وأعضاء السلك القضائي والنيابة العامة بشهادات تقديرية نظير مشاركتهم في إنجاح الدورة المتخصصة في التحقيقات الجنائية. احتفلنا اليوم بتخرج دفعة تدريبية جديدة من خريجي الجامعة المتطوعين في البحث الجنائي، فاستكملت هذه الدورة على مدار حوالي 25 يوم. تلقى خلالها المتدربين من الشباب خريجي الجامعة وكلية القانون العاملين في البحث الجنائي بشكل طوعي علوم ومهارات جمع الاستدلال من مسرح الجريمة وتجهيز الملفات بشكل منظم وقانوني وتحويلها للنيابة. الهدف من هذه الدورة التي تلقوا فيها المشاركين في هذه الدورة على مدى 25 يوما كثير من المعارف القانونية والأمنية، تم تدريبهم تحت أشراف ومدربين من القضاء ومن قيادات أمنية.